معنا هشام الفاعل الجمعوي بعين حرودة بعملة المحمدية. يعني في أي أطار اليوم التواجد ديالكم هنا بالمخيم الحضري بعين حرودة؟ وانا حاضر اليوم في اطار في المخيم ديال عين حرودة، اللي كنعتبره بحال ولدي، لان كنعتبر من المؤسسين ديال هذا المخيم اللي كيفرحني بزاف، حيت كنفرحوا بكاع الوليدات ديالنا اللي ضعاف واللي ما عندهم والديهم فين يديهم، وهذا هو علاش كنجي نوقف مع الدراري شويه نشجعهم. فوالا، يعني كيفاش الحاجيات ديال هاد الاطفال هادو طبعا اللي جايين من مناطق بعيده اللي تبع العمليه المحمديه وعين حرودة؟ والحاجيات ديال هاد الوليدات باغيين غير اللي حن عليهم، ما كيهمهمش شنو غياكلوا ولا اش غين فين غينعسوا ولا فين غيبركوا، اكثر من انه يحسوا بينا تنحنوا عليهم ويحسوا بلادهم راه باغاهم وباغا تشوفهم مزيان في المستقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم. نبغيو تحكي لينا شويه على مرحله التاسيس نتاع هذا المخيم هذا، طبعا قطع اشواط كثيره. وهاد المرحله التاسيس ديال هذا المخيم كانت فكره كانوا ناقشوها الدراري ديك الساعه. كان عندنا واحد المشروع كان سميتو الاتحاد الجمعوي، وكان كيحاول الاتحاد الجمعوي باش يخلي البصمه ديالو في الصعيد المحلي وفي التنميه المحليه. وكان النقاش ما بين بصفتي كرئيس ديال الاتحاد الجمعوي مع الرئيس قميص رئيس جمعيه المناخ الاساس، باش هو كانت عنده، لان من الناس اللي كانت عنده خبره في الميدان ديال التخييم، وكنا ناقشنا الفكره علاش ما نقدروش ندير واحد المخيم حضاري اللي يستافدوا من وليدات المنطقه. كانت الفكره وحاولنا نطرقوا بعض الابواب، لسوء الحظ ما ساعدوناش لان كانت انطلاقه وتا واحد ما تاق فينا، واضطرينا ان نديروا السنه الاولى والسنه الثانيه، وخسرنا فيه تقريبا حتى ل 15 مليون، لان من الفلوس ديالنا على اساس باش نقدروا اننا هاد المخيم يولي قار ولا يولي، المهم يبقى حضاري، على الاساس ان الا التجانا للشباب ودقينا عليه نوريه باننا خدمنا العام الاول وخدمنا العام الثاني باش يقدر يساعدنا. والحمد لله داكشي اللي كان عاود في اللجنه المحليه للبشريه، كنا طالبنا باش يعاونونا على هذا المشروع هذا، والحمد لله دابا الجامعه الحضريه تتعاون فيه، وكانت اتفاقيه ديال التنميه البشريه اللي عاوناتنا باش خدينا هاد لي طونط اللي كاينين فيهم الوليدات، والحمد لله دابا كنتمناو المشروع يمشي، رغم اننا سمعنا هاد الايامات الاخيره بعد المشاكل ما بين المجلس البلدي، وقعات في المجلس البلدي ديال عين حرودة بخصوص هاد الاتفاقيه ديال هاد المجلس ديال هاد المخيم، وكنظن زعما ما كانش خصها تسير كاع هاد المساله، لان الصالح العام هو اللي تنخدموا فيه. وحتى كنرجع للجمعيه ديال المناخ، الجمعيه المناخ ما كنت تاخذ حتى شي فلوس ولا حتى شي حاجه، كانت اتفاقيه عطاونا الخزاين ديالنا باش شريناهم باش خدمنا، ودابا الحمد لله راه ما كناخذوا حتى شي حاجه. يلاه كتعطينا الجماعه 10000 درهم في العام، كتعطيها لجمعيه المناخ كمساعده في جميع الانشطه ديالها، يعني احنا ما كنستافدوا حتى شي حاجه. الا كان شي صاير راه كيكون، الا كان شي فلوس راه كدوز مباشره الناس اللي غادا تاخذ اللي غادا تفورني لينا شي حاجه، احنا راه ما كنستافدوا ما كناخذوا حتى شي ريال مباشر باش نقدروا نقولوا راه الناس كيشفروا الفلوس ولا ما كيشفروش الفلوس. المهم احنا ضحينا هذا المخيم والحمد لله، وكنتمناو انه يبقى، وانا كشخص على التضحيه اللي ضحيت فيه في الاول انه باش ينجح ولا ما يبقاش، انا غدرني خاطري وان شاء الله ما غنروح حيد، ويمكن نقدر ندخل انا مع جمعيه المناخ في طريقه اخرى باش نقدروا نحافظوا على هذا المخيم انه يستمر.